سلام من الله عليكم متابعي قناه امي المغرب كشفت مصادر محلية من مدينة مارتيل عن واقعة مثيرة حدثت بعد عصر يومه الإثنين بتجزئة شمس بحي الشبارة الجديدة حيث انقضت أفعى على صاحبها بشراسة وأجهزت عليه ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا مؤلمة للضحية لحظات بعد عضة الأفعى مؤكدين وفاته واعتبر النشطاء أن تأخر سيارة الإسعاف قضى تماما على أي أمل ممكن من اجل انقاذ الضحيه شكرا على المتابعه نعتقد انكم نخبه خاصه تعشق متابعه الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان